دخول حصري لقناة الفلوجة إلى مطار كركوك العسكري الذي يتهيأ ليدخل مرحلة الخدمة المدنية. محمد صالح يحمل القصة كاملة. مطار كركوك سيخلع فيزته العسكرية ليدخل مرحلة جديدة من الخدمة، ستكون مدنية هذه المرة. المطار المخضرم ينتظر مقررات الوفود الآتية من العاصمة من بغداد، وأهل كركوك وحكومتها ينتظرون أيضاً، فالمطار مدنياً يمثل رئة اقتصادية حيوية للمحافظة. جارتنا لجنة فنية من منشأة المطار المدني وزارة النقل والمواصلات اطلعت بشكل ميداني على مواصفات المطار، وبالرغم من أنه لديهم معلومات كانت هناك لجنة سابقة في أول مطالباتنا الأولى قد زارت ولديها المعلومات الأولية. 70 شركة للسياحة تزيد أو تنقص قليلاً، وعشرات الفنادق تنتظر إقلاعاً وهبوطاً مدنياً من المطار وإليه، خطوة ستكون كبيرة لمحافظة تتميز بماض عريق وأماكن أثرية مهمة في ذاكرة الحضارة. إنه مدينة كركوك لديها مقومات كثيرة لتطوير الحركة التجارية والسياحية فيها. المطار هو الركيزة الأساسية أن يتم افتتاحها في محافظة كركوك. المطار المدني سيكون شريان حياة أيضا لجيران كركوك من المحافظات العراقية كصلاح الدين ونينوى وديالى، وهو بجهوزيته التي بلغت 85% مستعد بكامل مدارجه وأبراج المراقبة فيه للاحتفاء بالتحليق مجددا. أخيرا أصبح الحلم حقيقة وتحول مطار كركوك العسكري إلى مدني ليفتح آفاقاً لفرص عمل جديدة لأبناء المحافظة ويسهل عليهم وعلى المحافظات المتاخمة إجراءات السفر. لقناة الفلوجة محمد الصالح، كركوك.